استاذنا لصالح فريق الانصار على التنفيذ. ربيع عطايا 2-2 النتيجه مثيره المباراه باللحظات الاخيره. ربيع عطايا بتتم على الكره. ربيع عطايا بيسدد الكره. ربيع عطايا بقدم يسرى نارية بضربة حرة كانت مرة. ربيع عطايا بآخر أيام الصيفية. عطايا بأيلول عم بيرجع الربيع. ربيع الأنصار عم بيخلي الأخضر أقترخ درار. ربيع عطايا بضربة حرة كانت مرة سكنت الشبك. الله يا ملك الله القدم اليسارية الأنصارية بالزاوية 90 بالدقيقة 87 الرقم 30 عم يعطي الأفراح للأنصار. عم يعطي الهدف الثالث للأنصار 3-2.